مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات تسعى مصر بقوه للتوسع في المشروعات الخضراء مع قرب استضافه قمه المناخ في شرم الشيخ كوب 27 نوفمبر المقبل. في الوقت نفسه ترى التكنولوجيا او التكنولوجيا دورا مهما في الحد من الانبعاثات الضاره الملوثه للبيئه، لا سيما بسبب الوقود الاحفوري سواء الفحم او مشتقات البترول، وذلك من خلال استحداث تقنيات جديده غير ملوثه للبيئه، منها على سبيل المثال الطاقة النظيفة والمتجددة وما تدخل فيه من صناعات تساهم بشكل كبير في خفض أسعار الطاقة لمختلف صناعات الصلب والألمنيوم والأسمدة. ويهدف هذا النهج كذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي والعمل على زيادة المسؤولية البيئية بأسلوب يدعم التقدم والرخاء والتنمية الاجتماعية. وبصفة عامة يؤكد خبراء الاقتصاد الأخضر أن أساس جميع القرارات الاقتصادية يجب أن يكون مرتبط بطريقة ما بالنظام البيئي، ومن هنا فإن رأس المال والخدمات البيئية لها قيمة اقتصادية كبيرة. حول وجود الدولة على طريق الاقتصاد الأخضر بالدور، حلقتنا النهاردة مع ضيفي في الاستوديو الدكتور سيد خضر الباحث الاقتصادي بجامعة الزقازيق. نورنا يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نطلع تقرير بعد هذا التقرير، نفتح هذا الملف فابقوا معنا. تسعى مصر للتحول نحو تطبيق الاقتصاد الأخضر، وذلك استجابة لما نص عليه الدستور المصري في المادة 32 التي تنص على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. كما تؤكد رؤية مصر 2030 على البعد البيئي كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، فضلا عن تكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر ومراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية. وبهدف تحقيق تنمية مستدامة من دون تدهور بيئي، اتجهت مصر إلى الاقتصاد الأخضر عبر تدشين عدد من المشاريع الخضراء لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة. فقد تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة عام 2020-2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020-2021 نحو 447.3 مليار جنيه. كما بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة و19% في مجال النقل النظيف و26% في مجال المياه والصرف الصحي و39% في مجال الحد من التلوث. ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر إصدار السندات الخضراء السيادية بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بهدف توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة. وفي مجال الطاقة المتجددة تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات. كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين عتاقة بإجمالية قدرة إنتاجية 2400 ميجاوات. وفي مجال النقل تم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار و7 مليارات جنيه. ومشروع خطي منورين العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، بالإضافة إلى انطلاق العديد من خطوط مترو الأنفاق الخضراء. كما يجرى تنفيذ خطة لتبديل وإعادة تدوير السيارات بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك للعمل على زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي. كذلك يجرى التوسع في مشروعات تغطية الصرف الصحي للقرى وتحلية مياه البحر، ومنها تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالي 150 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي الاستاذ السيد او الدكتور سيد خضر. دكتور سيد خليني ابدا في البدايه، يعني ما معنى كلمه اقتصاد اخضر؟ يعني ما اعرف ان الاقتصاد هو اقتصاد، يعني طب ما هو الاقتصاد الاخضر؟ هو في البدايه طبعا مفهوم الاقتصاد الاخضر هو التنميه الاقتصاديه في مستلزمات الطاقه، سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة، أو خلينا نقول نربطه بقطاع آخر زي قطاع الإنتاج الزراعي، أيضا الانبعاثات الحرارية، الحفاظ على البيئة. فبالتالي هو مفهوم شامل في عملية التنمية الاقتصادية. ولكن خلينا نقول إن احنا الفترة الأخيرة طبعا في ظل قدوم العالم على أزمة خطيرة جدا، والأزمة دي تمثل رعب العالم، ألا وهي أزمة المتغيرات المناخية. فده طبعا بالتالي ده بتخلي الدول تتجه بشكل كبير جدا إلى التنمية الحقيقية في الاقتصاد الأخضر وتوسيع آفاق الاستثمار من أجل طبعا الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية وحقوق الأجيال المستقبلية. ولكن خليني نتطرق إلى الاقتصاد الأخضر بشكل أكتر، لأن هو بيضم العديد من القطاعات المختلفة. عندنا قطاع مهم جدا مرتبط ايضا بالاقتصاد الاخضر، وهو الاقتصاد الازرق. الازرق طبعا، يعني هو طبعا الاقتصاد الاخضر ليس فقط في مجال الطاقه النظيفه او المتجدده او الحفاظ على البيئه، ولكن ايضا يمتد ايضا الى الحفاظ على المياه وعلى البحار وعلى المحيطات بشكل كامل. وده كلها دور مهم جدا ومردود ايجابي طبعا على الاستثمار في الاقتصاد الاخضر. فبالتالي هو جزء مهم من الاقتصاديات، واحنا طبعا عندنا اقتصاديات، اقتصاد صناعي، اقتصاد بني. تمام. دكتور سيد خليني هنا اتكلم، وحضرتك بتتكلم عن الاقتصاد الاخضر، حاسس ان في استدامه، او بمعنى الحفاظ على الموارد الاقتصاديه بشكل مثالي او بشكل لا يضر بالاجيال القادمه. طبعا خلينا اقول احنا لازم نستغل الفتره الحاليه الاقتصاد الاخضر الاستغلال الامثل طبعا في عمليه التوسيع الاستثمارات. واحنا فعلا بدانا في مصر، الدوله المصريه بتسعى جاهده الى توسيع القاعده الاستثماريه في الاقتصاد الاخضر، واصبح لدينا رؤيه حقيقيه مستقبليه ازاي هنقدر نحافظ على الاستثمار في الاقتصاد الاخضر في التوقيت الحالي، طبعا في ظل الرؤيه العالميه وفي ظل المتغيرات اللي على الساحه الدوليه، وايضا ازاي احنا يكون عندنا رؤيه طويله الاجل للاستمراريه في دعم الاقتصاد الاخضر، وازاي هنحافظ على الحقوق المستقبليه. احنا في الحقيقه بدانا فعلا في تهيئه المناخ المناسب للاقتصاد الاخضر، لانه هو جزء مهم من الاقتصاديات. يعني احنا عندنا بنيه تحتيه قويه، ويمكن احنا الفتره الاخيره في مبادرات مهمه جدا سواء على مستوى قطاع النخل، وده ليه دور مهم جدا في اتكلم على التفاصيل بقى على المشروعات طبعا التي لاقت اهتمام الدوله فيما يخص هذا الاقتصاد. يعني تمام المشروعات طبعا احنا يمكن الفتره الماضيه يعني بدانا فعلا في تنفيذ العديد من المبادرات الهامه في قطاع البنيه التحتيه. قطاع البنيه التحتيه ده قطاع مهم جدا طبعا، علشان النهارده اي مستثمر يستثمر في مصر لابد ان يكون لدينا بنيه تحتيه قويه وبنيه اساسيه علشان نسهل في عمليه الاستثمار. بدانا فعلا في قطاع مهم جدا، وده قطاع يعني بيشغل كل الاهتمامات على مستوى المواطن وعلى مستوى الدوله، قطاع النقل والمواصلات. وده قطاع حيوي جدا من خلال مبادرات زي مبادره طبعا احلال السيارات بالغاز الطبيعي، وده بتحافظ طبعا على العمر الافتراضي للسيارات، وطبعا بتفيد المواطن من ناحيه توفير الاموال وكذلك الحفاظ على البيئه والانبعاثات الحراريه طبعا، لاننا داخلين طبعا زي ما قلت لسيادتك على ازمه خطيره جدا. ايضا اتجاه الى استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، ودي لها دور مهم جدا في ايضا الحفاظ على البيئة وتوسيع طبعا، يعني بتخلي عندنا استغناء عن طبعا في ظل الارتفاع الاسعار النفط العالمية وتأثير ذلك، فبتخليها موسع في الاستخدام السلع او النظيفة اللي بتحافظ على البيئة بشكل عام. دكتور سيد خليني هنا اتكلم، حضرتك بتكلم على الطاقة المتجددة، يمكن الدولة المصرية لها يعني مشروع كبير او من ضمن المشروعات الكبيرة هو محطة بنبان في اسوان للطاقة المتجددة، وتقريبا هذه المحطة تعتبر اكبر محطة في المنطقة او في افريقيا على الاقل. يعني
هذه التجارب الـ 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 او التجربه اللي قامت بها مصر كمحطه بنبان او حتى مساله طاقه الرياح في زعفرانه وخليج السويس يعني، هل دي بدايات؟ لان برضو احنا الدوله المصريه بنتكلم على دوله تقريبا الـ 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 يعني الشمس فيها اكثر من 8 ساعات او 12 ساعه طبعا. وبالتالي مساله استغلال هذه الطاقه المتجدده زي الشمس او الرياح، هل دي بدايه؟ شوف حضرتك، هو طبعا احنا الدوله المصريه بتتميز بموقع جغرافي متميز جدا، والموقع ده خلينا اقول ان احنا لازم نستفاد منه في الاستثمارات بشكل عام. ان احنا النهارده زي ما حضرتك بتقول الشمس بتفضل في مصر اكتر من 8 ساعات، فبالتالي لازم اتجه الى استخدام سبل وطرق لاستخدام الطاقه، طبعا الوقود الاحفوري والبترول، وفي ظل طبعا ارتفاع الاسعار العالميه لازم يكون عندي بدائل. وطبعا مشروع المحطه اللي في اسوان دي من اهم المحطات في الشرق الاوسط، ودي هيكون لها دور في استخدام الطاقه المتجدده الفتره المقبله. ايضا الطاقه الشمسيه، يمكن احنا بدانا فعلا في العين السخنه وفي العديد من الاماكن في توسيع الاستثمارات، فاعتقد ان ده هيكون له دور مهم جدا في الاستخدامات وفي الاشباعات. يعني احنا محتاجين اشباعات الفتره اللي جايه، محتاجين يبقى عندنا نظره مستقبليه. وفعلا احنا بدانا في وضع خطط، فكره وضع خطط طويله الاجل في القطاعات الاقتصاديه المختلفه، ده بيختلف عن الفتره السابقه. يمكن احنا في السابق يعني منذ مثلا 20 سنه ما كانش عندنا رؤيه اقتصاديه مستقبليه، يعني احنا محتاجين بعد 20 سنه الاقتصاد المصري هيكون فين. لا، احنا حاليا دلوقتي في رؤيه واضحه لوضع الاقتصاد المصري في خريطه العالم الجديده في العديد من القطاعات، واعتقد ان قطاع الاقتصاد الاخضر ده هيكون له دور مهم جدا في الاستثمارات المستقبليه. دكتور سيد، خلينا اقول هنا ان يعني كل الدول الصناعيه الكبرى واللي حققت نمو كبير بتعتمد بشكل اساسي على الوقود الاحفوري، سواء كان بترول، مازوت، سولار، واخيرا غاز يعني. وهنا هل مساله النمو الاقتصادي او الاقتصاد الاخضر يمثل عبء في مساله النمو، او انه يعني حالات النمو اللي فيها الدول اللي بتستخدم اقتصاد اخضر ليست بالنسب الكبيره؟ طبعا هو احنا لو قارنا بين مصر وبين اوروبا، طبعا اوروبا بتستخدم الوقود الاحفوري والمشتقات البترول بشكل كبير جدا، خصوصا في احنا حاليا داخلين على فصل الشتاء، فده بيمثلهم يعني شيء مهم جدا، يمكن اكثر من الاكل والشرب، فبالتالي هو الاستخدام بتاع الحراره طبعا عشان الشتاء وكده. فبالتالي احنا في مصر بنختلف في الطبيعه الجغرافيه عن الدول الاخرى، ولكن احنا الاقتصاد النمو الاقتصاد الاخضر احنا هنستفاد منه، يمكن هيزود نسبه النمو عكس اوروبا. يمكن في اوروبا بيأثر طبعا في، وكمان عايز اقول ان برضو يعني المناخ هناك في فرق طبعا متغير. ما انا بقول لحضرتك احنا عندنا ميزه مهمه جدا، احنا اقتصادنا مع الجو المتميز في مصر، يعني احنا الاقتصاد المصري بيتميز عن الدول الاخرى بالتنوع في القطاعات. فاحنا لو عندنا قطاع فيه اي مشكله ما، وده حصل شفناه، فبالتالي بعوض الخسائر في النمو الاقتصادي. فاحنا لا، احنا فعلا بنستفاد من تنوع الاقتصاديات، بنستفاد من موقعنا الجغرافي، وده بيختلف عن العديد من دول العالم، وده بيكون مهيئ جدا للاستفاده منه، وبيكون له مردود مهم على النمو الاقتصادي. فاعتقد احنا الاقتصاد الاخضر لا، ده هو هيضيف للنمو الاقتصادي مؤشر ايجابي خلال الفتره المقبله، بسبب طبعا الاتجاه الى التوسع في الاستثمارات. ايه هي بقى القطاعات اللي ممكن نستفاد او منها في مساله القطاع الاقتصاد الاخضر؟ احنا طبعا بدانا بالفعل في يعني لو احنا ربطنا قطاع الانتاج الزراعي ده، وده جزء مهم ايضا من الاقتصاد الاخضر، خصوصا ان احنا بدانا في تنفيذ مشروع ضخم، والمشروع ده نتائجه بانت في خلال السنوات الاخيره، مشروع الزراعه في الصوب الزراعيه، وده كان مشروع ضخم جدا في الصوبه. طبعا مصر استفادت منه بشكل كبير جدا، ده جزء مهم في الاقتصاد الاخضر. ايضا الاحلال السوارات، وده بدات فعلا في التنفيذ، والفتره القادمه اعتقد ان احنا هيكون في اتجاه كامل الى الاستخدام الغاز والكهرباء. طبعا وده الغاز ده يعني بيفيد المواطن طبعا، يعني المواطن النهارده بيوفر له في الاموال، وبيوفر له في عمليات الصيانه. فبالتالي بنتكلم كمان على مساله يعني
قيام الدولة المصرية بتوصيل غاز لأكثر من 3 مليون طبعا منزل. طبعا يعني احنا من ضمن مشروع عملاق زي مشروع حياة كريمة، وده طبعا جزء مهم من خطة الدولة طبعا الى توصيل الغاز الطبيعي لجميع القرى في مصر. وفعلا احنا يمكن تخطينا اكثر من 70% من مشروع حياة كريمة، وفي استمرارية في المرحلة الثانية. ولكن النهاردة علشان نستثمر في الاقتصاد الاخضر لابد ان يكون عندي عناصر مهمة جدا الدولة بتوفرها. يعني الدولة المصرية النهاردة بتقدم حوافز ودعم لتشجيع الفرص الاستثمارية، سواء من ناحية الاستقرار الأمني والسياسي، وده احنا الحمد لله لدينا استقرار حقيقي والاقتصاد المصري أصبح ذات هوية في المنطقة، فبالتالي احنا لدينا العوامل الاقتصادية المناسبة لجذب الاستثمارات، وأيضا إزالة كافة العوائق والتحديات أيضا، لأن كل قطاع أكيد بيكون فيه تحديات، ولكن الفترة القادمة سيكون هناك سرعة في إزالة كافة العوائق اللي بتواجه الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر. خليني هنا أتكلم برضو على مسألة يعني المشروعات الخضراء اللي أدرجت في العام المالي 2021 691 مشروع بتكلفة كلية 447 مليار جنيه. هل هذا الرقم وفي هذه الموازنة يمثل بداية يعني قوية للتحول الى الاقتصاد الاخضر ولو جزئيا؟ طبعا هو في اتجاه قوي جدا للتحول الاقتصاد الاخضر طبعا، علشان احنا نقدر نواجه الفترة القادمة ونقدر نحافظ طبعا على المتغيرات اللي بتشهدها الساحة الدولية. ففكرة وضع رؤية استراتيجية، وضع اهداف مستقبلية للاقتصاد الاخضر، وطبعا ضخ مزيد من الاستثمارات بارقام كبيرة جدا، ده بيقول ان الدولة المصرية قادمة على زيادة القدرة الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الاخضر، لانه هيمثل اعتقد نسبة كبيرة جدا من القطاعات الاخرى، خصوصا طبعا يعني ازمة التغيرات المناخية دي بتأثر بشكل كبير على القطاعات المختلفة سواء قطاع الانتاج الزراعي، فبالتالي لابد من اخذ التدابير اللازمة والاحتياطيات يعني الفترة المقبلة. خلينا نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نستكمل هذا الملف، فابقوا معنا. أكثر من 6000 ميجاوات من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء المصرية يتم إنتاجها حاليا من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي كان لها دور كبير في الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على توفير أطنان من الوقود. وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التوسع في هذه المشروعات التي من المخطط أن تكون مصدرا رئيسيا لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج. وتهدف استراتيجية الدولة إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035، وتنمية مصادر إنتاج الطاقة والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية. وتعمل مصر بتعاون مع شركات عالمية على تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية تصديره للخارج والاستفادة من إدخال العملة الصعبة للبلاد. وتسعى مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، فهناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح، وذلك لخفض التكلفة وتشجيع المستثمرين على التوسع في الاستثمار على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيلات لهم. كما تم استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل متسارع، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعا ملحوظا، والتي بلغت 3570 ميجاوات باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3.5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020، ومنها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية. وقد أوشكت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على الانتهاء من تنفيذ مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة بالسويس باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ومن المقرر تشغيله نهاية العام الجاري.
كما يجرى إنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله خلال العام 2023. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي السيد خضر الباحث الاقتصادي بجامعه الزقازيق. خليني دكتور سيد، في التقرير اتكلم على الهيدروجين الاخضر، وكمان يعني لما قريت في الموضوع لقيت فيه كمان هيدروجين ازرق وهيدروجين بني. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فتره قليله تحدث عن دخول مصر في مساله الهيدروجين الاخضر او فصل الهيدروجين الاخضر، اهميه الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقه، خاصه اننا كمان في دول اوروبا المانيا وفرنسا بتتكلم كمان على المساله دي. طبعا هي دول العالم بدات فعلا تتجه الى زياده الاستثمارات في الهيدروجين الاخضر، خصوصا طبعا مع الفتره الاخيره زياده اسعار الطاقه وخصوصا الكهرباء طبعا، فبالتالي لابد ان يكون هناك بديل طبعا. واحنا الحمد لله في مصر بدانا فعلا في ضخ استثمارات كبيره جدا سواء على المستوى الهيدروجين الاخضر حتى يكون هناك زياده في القدره الانتاجيه، حتى يحدث تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقه في مصر، وايضا تصديره الى افريقيا والى العالم الخارجي، حتى نسعى الى زياده حجم الصادرات من الهيدروجين الاخضر. فاعتقد الهيدروجين الاخضر ايضا الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح هيكون لها دور مهم جدا ايضا الفتره القادمه، حتى يكون هناك ايجاد بدائل للاستخدامات في الفترة المقبلة، خصوصا طبعا الكهرباء طبعا مع ارتفاع الأسعار العالمية وبدأ الزيادة، احنا محتاجين أيضا الكهرباء أيضا نستفاد منها في مع زيادة حجم العناصر البديلة يكون لها دور مهم جدا في زيادة الصادرات، وده هينعكس بشكل كبير على تحقيق مؤشر نمو. دكتور سيد، هنا خليني برضه أتكلم على مسألة يعني السندات الخضراء، يعني وبرضه يعني كلمة خضراء دي دايما يعني هي حتى الكلمة نفسها او اللون الاخضر دايما بيشعر الناس بالراحة، يعني فاقتصاد اخضر، سندات خضراء، مشروعات خضراء، فهي دلالة على ان في حاجة كويسة او حاجة نظيفة زي ما بيقول يعني. طبعا السندات الخضراء يعني ايه سندات خضراء يعني؟ السندات الخضراء هو نوع من السندات طبعا دعت يعني هتصدرها الدولة المصرية طبعا زيها زي السندات اللي بتصدر بالعملات الدولارية او اذون الخزانة او السقوف، فبالتالي هو نوع من الاستثمارات يكون لدينا مشروعات ضخمة في قطاع الاقتصاد الاخضر، ودي سندات هتستثمر في الاقتصاد الاخضر، وده ان شاء الله هيتم عرضها الفتره القادمه حتى يكون هناك زياده في الاستثمارات وفي توسيع الاستثمارات في السندات. فبالتالي الدوله المصريه تخطو بخطى ثابته طبعا في التوسع في الاستثمار في الاقتصاد الاخضر، لان انا ارى ان الاقتصاد الاخضر سيكون قاطره الاستثمارات خصوصا على المستوى الداخلي وعلى المستوى العالمي، لان الدول العالم حاليا بتتجه بشكل كبير الى زياده الاستثمارات. ومش بس كده، خليني اقول لحضرتك ان برضو في مشروع مهم جدا بيتعمل في الشوارع، ان النهارده بنزرع بدانا نزرع الشجر الاخضر في الشوارع والاشجار المثمره، وده هيكون له دور مهم ايضا في الحفاظ على تلوث البيئه، وده يعني احنا الانبعاثات، واحنا يمكن شفنا التغيرات المناخيه اللي حصلت في الاخيره زي المياه والجفاف اللي حصل. هتكلم بالتفصيل في الجزء الاخير من حلقتنا على كوب 27 في مدينه السلام في شرم الشيخ واهميه هذا المؤتمر، لكن خلينا نتكلم شويه في مساله الاقتصاد الاخضر واهميته. حضرتك يمكن اتكلمت على جزئيه خاصه بوزاره البيئه ان مبادره اتحضر للاخضر، وحتى فترة كده كنت اتكلمت مع احد المتخصصين في البيئة، قلت له طب ما الحل سهل، يعني ازرع شجرة، يعني احنا بنتكلم في 105 مليون نسمة، خلي حتى عندنا مليون شجرة يعني شجرة مثمرة مثمرة في البرازيل عملوها في مانجا وبتاع، وكانت قصة جميلة يعني، وحتى المنظر الجمالي العام، وبعدين امتصاص ثاني اكسيد الكربون وتخزينه طبعا طبعا بتوفر كل حاجة، بتوفر ايضا انبعاثات كمان هيكون لها دور في الحفاظ على الهيكل الجمالي للشوارع المصرية والبيئة
الفتره القادمه. لكن خلينا اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا في الاقتصاد الاخضر، احنا لازم المواطن ايضا زي ما زي وزاره البيئه ما هي بتشجع، لازم المواطن يكون له دور مهم جدا، يعني هو بدور اكيد مش بس على الدوله، لا المواطن شريك فعال في التنميه الاقتصاديه وفي الاقتصاد الاخضر، ان هو الحفاظ على البيئه، ولا بد ان يكون هناك وعي. ما احنا النهارده فكره التلوث، لازم المواطن يحافظ على البيئه ويحافظ على الشوارع والاهتمامه كثيره جدا، بالظبط لازم يكون له دور مهم في هذا المشروع. تمام، خلينا نتكلم على توطين الصناعه، وهل هناك دور للطاقه النظيفه في هذا الامر، خاصه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشغول طول الوقت مساله توطين الصناعه والتكنولوجيا في مصر. طبعا احنا الفتره القادمه سيكون فعلا هناك توطين لافاق الصناعه المصريه ودعم الصناعه المصريه بشكل كامل في العديد من القطاعات، ليس فقط قطاع الاقتصاد الاخضر، هو جزء مهم جدا من دعم الصناعه، لان الصناعه هي اساس من اساسيات ركائز الاقتصاد المصري، وستمثل دعم مهم جدا. ايضا القطاع الخاص هيكون له دور مهم جدا في دعم الاقتصاد الاخضر وفي زياده حجم الاستثمارات خلال الفترة القادمة طبعا، واعتقد ان احنا سيكون هناك تسريع وتيرة في توسيع الاستثمارات الخضراء بشكل اكبر، خصوصا طبعا لان العوام القادمة ستشهد تغيرات عديدة في الازمات المناخية. المياه ودورة في المسألة دي، هل يعني يمكن السيد الرئيس من فترة افتتح محطة بحر البقر، ودي تعتبر يعني اكبر محطة تدوير مياه وتحليه مياه بطريقه تكنولوجيه عاليه جدا، ما مساله الحفاظ على المياه ومساله تدوير المياه وكمان مساله السدود الخاصه بالبحار والحفاظ على الشواطئ وهذه الامور. طبعا هي المياه مهمه جدا في دعم الاستثمار الاخضر ودعم قطاع الانتاج الزراعي، واحنا فعلا بدانا مصر فعلا تحاول جهاد توفير البدائل، يعني احنا مشروع محطه بحر البار ده من اهم المحطات في الشرق الاوسط، وده هتبقى تعالج المياه الصرف الصحي، وده هيكون لها دور مهم في زياده حجم المياه. ايضا المياه تعتبر جزء مهم من الاقتصاد الازرق اللي هو المرتبط بالاقتصاد الاخضر في الحفاظ طبعا على المياه المحيطات والبحار. ايضا الثروه السمكيه، يعني الثروه السمكيه جزء مهم من هذا الاقتصاد، فبالتالي الدوله المصريه اللي تسعى طبعا الى توسيع القدره المائيه حتى يكون هناك توسيع في الاستثمارات الزراعيه والاستثمار في الاقتصاد الاخضر. بنتكلم على توسيع الاراضي الزراعيه، وخلينا نقول ان مساله التعدي على الاراضي الزراعيه دي مساله جريمه جدا، مساله التوسع في الاراضي الزراعيه، التوسع في مجال الزراعه وتاثيره في مساله نمو الاقتصاد الاخضر. دكتور طبعا هو قطاع يعني الانتاج الزراعي ده من اهم القطاعات الاقتصاديه، وده بيمثل شيء مهم جدا خصوصا في توافر السلع الاستراتيجيه، ولكن الدوله المصريه في الحقيقه الفتره الاخيره كان هناك توسع راسي في استصلاح الاراضي الزراعيه والحفاظ على الرقعه الزراعيه طبعا من خلال اصدار قانون مخالفه البناء في الاراضي الزراعيه وتقنين الاوضاع الاراضي الزراعيه طبعا والتعدي عليها. ولكن احنا مع التوسع، ولكن الفتره القادمه سيكون هناك مزيد، احنا لدينا مشروعات ضخمه، مشروع مستقبل مصر وده مشروع مهم جدا يمكن احنا هنستفاد منه بشكل كامل خلال الفتره القادمه، ايضا مشروع قطاع التنميه الزراعيه في منطقه قناه السويس وخصوصا في شبه جزيره سيناء، هذا القطاع لم نستفد منه بالشكل الكامل، واعتقد سيكون هناك توسيع في الاستثمارات الزراعيه خلال الفتره القادمه. قطاع الانتاج الزراعي قطاع بيهم كل حد في الدوله وكل شخص طبعا، خصوصا في توافر السلع الغذائيه، وده يمكن احنا شفنا خلال الازمات الاخيره ماذا طبعا دوره ونتائج هذا القطاع المهم في توافر السلع الغذائيه. حتى اللحظه الحاليه هناك توافر كبير جدا عكس الدول الاوروبا، اوروبا عندهم نقص كبير في السلع الغذائيه، فاحنا ان شاء الله قطاع الانتاج الزراعي هيكون له دور حيوي في دعم التنميه الاقتصاديه وفي طبعا توافر السلع الاستراتيجية، وده ما يهم المواطن في المرحلة القادمة. خليني برضو أتكلم على مسألة المباني الخضراء، يعني والمباني الصديقة للبيئة، كلنا كمصريين المباني عندنا للأسف شوية بلوكات يعني صبة وخرسانات، المباني الخضراء ودورها
المباني الخضراء دي حاجه لو ان شاء الله بدات، يعني هي في طبعا المدن الجديده طبعا ولا وفي مدن طبعا، واحنا عندنا طبعا واحنا عندنا طبعا في المدن الجديده اللي بيتم انشاء العاصمه الاداريه دلوقتي دي هيكون فيها مباني خضراء كبيره جدا. طبعا هي هيبقى لها دور مهم في توفير شكلها يعني مباني خضراء يعني الواجهات مثلا تبقى فيها زرع الاسطح عليها استخدام زراعي. يمكن احنا كان عندنا مبادرات في مصر زمان بس يعني شوف حضرتك لو الاسطح بيتم الزراعه وده مشروع مهم جدا، يعني احنا لو استغلنا الاسطح بتاعه المباني والعماير في الزراعه ده هيوفر يعني سلع كبيره جدا وهيكون مشروع ضخم لما يكون اكتفاء ذاتي حتى للقاعدين في طبعا يعني اكتفاء ذاتي للمواطن والاسره المصريه وطبعا هيزود دخل الاسره المصريه. فاحنا فعلا بدانا قدما في المباني الخضراء في المدن الجديده، ولكن طبعا احنا الكره طبعا لديها طبعا الاراضي الزراعيه طبعا، ولكن فكره توصيل بقى المباني الخضراء للكره اعتقد هتاخد فتره كبيره جدا الفترات القادمه. زمان كان كل بيت في القرى قدام حوش وبتاع، دلوقتي بس دلوقتي لا بدا في تمدن اكتر والبعد عامل عامل تمدن بصراحه يعني هو يلا تمدن خلينا نطلع تقرير وبعد التقرير هتكلم برضه على جهود الدوله في مساله تحويل وسائل المواصلات خاصة الجماعية إلى وسائل صديقة بالبيئة، وكمان مسألة التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لاستيراد السيارات الكهربائية بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. يعرف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الأحيائي، وهذه الاستثمارات هي أيضا موجهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء والابتكارات التكنولوجية. المشروعات اللي هي تم توطينها حاليا واللي الدولة بتسعى ان هي تتم في الوقت الحالي لتوطينها، هنتكلم على البتروكيماويات، وكنا شفنا حوالي كم اتفاقية تمت في الوقت الحالي او من ايام قليلة يعني سابقة، الصفقات وصلت حوالي 10 مليار جنيه يعني مش شوية يعني. طبعا في حاجات تانية زي الهيدروجين الاخضر، وطبعا وصل برضو الاستثمارات بتاعته حوالي 10 مليار جنيه، وكان في حوالي 6 عقود شراكة مع بعض الشركات والدول الاخرى. ده طبعا مش قليل كرقم من ناحية الشركات ومن ناحية القيمة المالية اللي بيتم بيها المشروع، وخاصة ان هي برضو لو بصينا هنقول ان هي صناعات مش بالسهولة ان هي تتم او ان هي يتم تدشينها في وقت قليل او مبالغ قليلة. وفي اطار سعي الدولة المصرية للتحول الى الاقتصاد الاخضر وتزامنا مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحركت مصر نحو هذا النوع من الاقتصاد بشكل كبير ومركز، ونفذت واحدة من أكبر المحطات الشمسية في العالم وهي محطة بنبان بأسوان وعشرات المشروعات الأخرى. جميع دول العالم اختارت مصر ان هي يكون المؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ اللي هو كوب 27، ده بيؤكد ان مصر يعني رغبه ولها رغبه اكيده في هذا التحول، وفي تعاون مع المؤسسات الدوليه زي البنك الاوروبي. تعرف البنك الاوروبي النهارده بيساعد على التوسع في الاستثمار الاخضر والتوسع في التنميه المستدامه، لان زي ما قلنا ان الاستثمار الاخضر ده بيضمن التنميه المستدامه، بيحافظ على البيئه، بيحمي المجتمع من التلوث، هو علاج او وقايه صحيه غير مباشره. طبعا انت النهارده بتكلف اموال طائله في الصحه، بتكلف اموال كثيره جدا في تلوث البيئه، فانت النهارده لما تعمل طرق علاجيه او طرق وقائيه من خلال التوسع في الاستثمار الاخضر، يبقى انت النهارده عملت يعني وقايه من الامراض ووقايه من المشاكل ووفرت الاموال اللي انت بتستنزفها او بتديرها في العلاج الصحي. ترجع اهميه الحوافز الخضراء لدورها في جذب الاستثمارات في القطاع الخاص، وخاصه بعد ان اصبحت 30% من استثمارات الموازنه العامه للدوله استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء. وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% من مشروعات الموازنة في عام 2024.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. دكتور سيد، مساله وسائل النقل وتحويلها لصديقه للبيئه، خاصه وسائل النقل الجماعيه والتسهيلات اللي بتقدمها الدوله في مساله سواء حتى تحويل السيارات من بنزين لغاز والتسهيلات الخاصه بالسيارات الكهربائيه. طبعا هو احنا بدانا طبعا في انشاء خط مهم جدا، المترو طبعا الكهربائي ومونوريل العاصمه الاداريه الجديد، وده طبعا بيوفر الانبعاثات الحراريه والعوادم السيارات، وخصوصا المبادره المهمه القادمه الاحلال. الاحلال ده شيء مهم جدا، هو الاتجاه الى احلال السيارات جميعا من البنزين الى الغاز الطبيعي، وده يوفر طبعا في اسعار الطاقه طبعا، خصوصا طبعا في ظل ارتفاع الاسعار البنزين خلال الفترات القادمه. ايضا هيكون مفيد جدا للمواطن، فكره الاحلال مفيده جدا للمواطن. ايضا الاتجاه طبعا الى طبعا بتوفر بشكل كبير جدا. ارتفاع الاسعار البنزين، لا الغاز ارخص طبعا. كمان فكره التخصيص، يمكن يعني المبادره هيكون لها مميزات كبيره جدا، وهو التخصيص طبعا النهارده عشان تعمل عمليه احلال للسياره الى الغاز الطبيعي، فبالتالي هتقسط المبلغ، فده برضو في سهوله في الاجراءات. ايضا زياده القدره الصناعيه طبعا والاستثمار في قطاع السيارات الكهربائيه، يمكن احنا ان شاء الله الفتره القادمه هيكون في استثمارات ضخمه في الصناعات الكهربائيه، وده طبعا هيزود من السيارات في السوق الداخلي، وده هيقلل الفجوه في عمليه الاستيراد السيارات وعمليه الاحتكار في الفتره القادمه. اخيرا الجزء الاخير من حلقتنا النهارده هتكلم على كوب 27 في مدينه شرم الشيخ. سريعا، اهميه انعقاد هذا المؤتمر العالمي الدولي، خاصه انه يعني سوف يكون مشاركه كبيره، بنتكلم تقريبا لا شرق 30,000 يعني. طبعا خليني اقول لحضرتك، احنا مصر لازم نستفاد بشكل كبير جدا من هذا المؤتمر في التسويق الجيد للاقتصاد المصري والاقتصاد الاخضر، وايضا من اجل جذب مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الاخضر خلال الفتره القادمه. فارى ان هذا المؤتمر سيكون فرصه مهمه جدا لدعم الاقتصاد المصري، ومدى ما حققه الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقه من انجازات وتطورات على جميع المستويات. دكتور سيد، خليني اقول ان يعني مدينه شرم الشيخ يعني تقريبا بقت 90% منها مدينه صديقه للبيئه، عندما نتحدث عن اكبر حديقه خضراء، عندما نتحدث عن مجموعه الاوتيلات هناك كلها تقريبا تستخدم الطاقه النظيفه، هل تمثل مدينه شرم الشيخ نموذج يمكن ان ينتقل الى يعني مدن اخرى من حيث استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة؟ طبعا هو انا يعني انا شايف ان احنا لازم ننقل تجربه مدينه شرم الشيخ الى العديد من المدن الجديده، وده ان شاء الله اعتقد احنا العاصمه الاداريه اعتقد هتبقى نموذج ايضا في المدن المتحضره والمدن ذات التنميه الخضراء بشكل كبير، والعديد من الدول في مصر. فان شاء الله الفتره القادمه ستشهد تطورات على الساحه الخضراء والتنميه الخضراء بشكل كبير جدا، طبعا في ظل تهيئه المناخ المناسب اللي بتقدمه ودعم الحكومه المصريه طبعا لتوسيع القاعده الاستثماريه، ومدى طبعا انعكاس ذلك على تحسن اداء مؤشرات النمو الاقتصادي. بشكرك. شكرا جدا. كل شكر تقدير لضيفي الدكتور السيد خضر الباحث الاقتصادي بجامعه الزقازيق، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من برنامج ملفات. الشكر لزملائي في استوديو 2، والشكر لفريق عمل ملفات لهذا اليوم، رئيس تحرير وليد محمود، اسره الاخراج المخرج عز النحاس، والمخرج الكبير مدحت الزهيري، وشكر كل ساده مشاهدينا على حسن المتابعه، ابقوا دائما على خير، الى اللقاء. في الإبادة الأوروبية تستخدم النووي في حربها ضد أوكرانيا، وبالتالي هي النووي
خسائرها هتكون على الاوروبيين وتبعياتها هتكون على المدى البعيد على اوروبا وفي نفس الوقت ايطاليا نفسها. ما يستبعدش ان السياسه ليس فيها ثوابت. ربما ان انا اقول ان انا مع استقلاليه اوكرانيا لكن انا الناس ضد روسيا اللي هي مصالح بلدي. مش كده، اصل هي بتقول ان انا ضد الغزو الروسي لاوكرانيا، لكن هي بتقول زي الامريكان انا عايز امحو روسيا، انا عايز امحو الرئيس بوتين. هي نفسها زي ما قال الدكتور مغداشي، الصحف الايطاليه بتقول ان هي ابن بوتين. ابن بوتين في ايه؟ العقلية التفكيرية اللي هي عقلية الاستقلال، عقلية ان انا عاوز اكون روسيا قوية موحدة بعيدة، مفيش حد يقدر يقربني. فهي نفس القصة اللي هي واحدة شابة سياسية، يعني هي تميل بالتأكيد الى اعادة امجاد روما كامبراطورية كبيرة في العصور القديمة. يعني وهذا ما كان يؤمن به موسوليني طبعا، يعني هذا معروف يعني. طيب دلوقتي ايطاليا لان نظام الحكم فيها هو نظام برلماني، يعني منذ عام 1946 في اعقاب الحرب العالميه الثانيه تشكلت فيها حوالي 70 حكومه. هل تتوقع ان يكون عمر حكومه ميلوني طويلا؟ واحنا عارفين ان الائتلافات في ايطاليا يعني بنبتدي كويسين، شهرين ثلاثه اختلفنا اتخانقنا مع بعض، طب انا ماشي من الحكومه خلاص سقطت الحكومه. هل تتوقع دواما اطول لهذه الحكومه بتحالفها مع الاحزاب شبه اليمينيه؟ انا اتوقع دوام الحكومه، لان احنا بنقول الحاجه في الاستقرار. ايطاليا عندها ازمات اقتصاديه، في حاجه للاستقرار، ما عندهمش رفاهيه تغيير الحكومات زي ما بنقول. لا بس ده ايطاليا يعني من الحرب العالميه الثانيه 70 حكومه 46 لغايه دلوقتي 70 حكومه، ده تقريبا يعني شبه كل سنه ونص حكومه. طب لو قلنا الاحزاب اللي هي متحالفه مع بعض بتشكل كتله، مش هتشكل كتله، بتشكل كتله. نقول اكيد هتتحالف مع احزاب الثانيه اللي هي لهم في الشيوخ البرلمان عشان تديهم مقاعد في الحكومه. طيب هل الحكومه دي هتطول؟ انا من رايي ان هي هتطول في حالة ان هي نفذت سياسات اقتصادية اثرت على الايطاليين نفسهم. الايطاليين هم من دلوقتي اسعار الكهرباء والغاز، الطاقة في ظل شتاء متوقع ان هو يكون شتاء طويل وشديد. الاجراءات اللي هيتم بأخذها يعني مثلا سبب الانتخابات الحالية هي ان البرلمان لم يوافق على منح الايطاليين 23 مليار يورو كدعم من الحكومه لهم حسب الانتخابات الجديده، فمن ممكن تطبق تنفذ او تمرر القرار اللي هو خاص بمنح الاسر الايطاليه 23 مليار يورو لدعم. يعني هو فوز جورجيا ميلوني بالانتخابات الاسرائيليه بالانتخابات الايطاليه يعني يعد امتحانا كبيرا للاحزاب اليمينيه، وهل تستطيع ان تحقق اهدافها على ارض الواقع ام انها مجرد شعارات شعبويه تقال في خطب يعني اثاره الحماسه عند الجماهير؟ الايام ستجيب على هذه التساؤلات. انا بشكر حضرتك ضيفي الكريم والعزيز الاستاذ عيسى جد الكريم، الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير روز اليوسف. شكرا لكم، شكرا للساده المشاهدين، شكرا لحضرتك، ونلقاكم دائما على خير ان شاء الله. في امان الله.